صباح الخير. أهلا. طمنيني عم بنت اختك، كيف صارت؟ شو عم تركبي كاميرات؟ لا والله عم ركب صواريخ حربية. معك حق، أنا محلك بركب راجمات، من بعد اللي صار معك كنت بدي ألفت لك نظرك، بس قلت ما دخلني. صح، ما دخلك. شو معلم، قديش بقى بدك وقت؟ يلا شوي وبخلص. يلا الله يخليك. لك صحيح امبارح الظهر قلتي لي احكي معك مشان المحل؟ مشغولة هلا، ماني فاضية. بفهمك، الله يعطيك العافية يا رب. مشان موضوعنا حليت لك يا طمني. ما فهمت أي موضوع. اضطرينا أنا وأبوكي إنه نقرأ الفاتحة. نعم؟ تقرأ شو جنيت أنت؟ قرينا الفاتحة، فاتحة التوفيق، كرمال الناس رح تاكلنا بلسانة أنا وياكي. يه يه يه، ليك كذبنا الخبرية بأول الشارع صدقها بآخرها، مجنون أنت؟ أنا ما دخلني الناس اللي صدقتها. وآخر همي؟ أبوكي عمل زينة العقل وقال للناس بتاكلنا أكل بلسانة. أنت اللي ما خليتي لي طريقة، خنقتيني خنق، واحد عم يخيرني بين إني انزت بالطريق أو كمل نص ديني. قررت كمل نص ديني. تكمل شو؟ نص ديني. شو يعني؟ يعني صرتي حلالي على سنة الله ورسول. كمان؟ يا ما شاء الله، فرد مرة؟ يعني حضرتوا الحرس كمان؟ لا لسه، بدنا نتشاور أنا وياكي، صحيح أنت بنلبس محابس؟ ما تطلع هيك علي، بكركبيني دخيل الوش اللي ما بيغش. يلا هلا نلبس المحابس، شو رايك؟ هيك في كاميرات راكبه عم بتصور، بيذبحوا لنا خروف، بينفوا لنا دجاجه، لا منك طبيعي انت اكيد. انا بتمنى بس